لا لا بنت تاني كان كاين دي تاع البيع وشراء تاني مال، وكاين تاني الانحياز الفاضح تاني تاع بعض رؤساء الفرق لهذا هذا الانحياز اللي يغضي الجهويه في الجزائر. انت تسمع ان بريزيدون لو بلو نورمالمون دو موند بوبليكمون يقول لك انا جو بريفير هاد ليكيب جو باش ما يطلع. هذا ما قاله حشود، كنت راح نسالك على حشود. حشود قال مش انحياز، يقول باللي فريق من الغرب لازم يطلع على الحساب. هذا هذا يغضي الجهويه، و ميم طون ان بريزيدون كليب عنده واجب التحفظ، ما يقدرش يكون اكتور دون شامبيونا ويكون عنده الميول تلعب المنافسه تدخل في المنافسه. لازم تكون جوست، لازم تكون حيادي. الان كونت بريزيدون بوبليكمون يقول باللي انا جو بريفير، صافي دير كان طيح له لوكازيون يقدر يسهل الامور للمنافس ثاني. المباراه هذيك تلعبت في فوالا يقدر يسهل. هذا ثاني كيفاش كونت يا اختلال بالواجب التحفظ، كيفاش لا فيديراسيون ان ريبريموند باساج؟ الفيديراسيون راهي غايبه تماما. هذا هو المشكل. Maintenant, qui m'a dit que bien sûr que les choses vont continuer. S'il n'y a pas de réaction, qui veut s'arrêter? Ils sont forts par rapport à quoi? Ils sont forts parce que il y a une certaine impunité. On est même tenté de dire qu'ils sont même protégés parce qu'on ne peut pas le façade. Il est protégé, il est nourri quelque part. La chose que j'ai dit, Ali et Mohamed, c'est qu'ils peuvent répondre. Toutes les pays de la Jazeera ont fait le calcul. بدليل أنه كان الناس دخلت للسجون بسبب الدولة الجزائرية، ما غلطتش، كان عدالة. إلا قطاع الرياضة كأنه نظيف، ملايير مملياره من الدينارات راحت هباء منثورا منذ 2010 ورواح، ولا واحد عقبة ولو بالابتعاد عن ميدان كرة القدم. قال خويا مازيش دور في كرة القدم، على الأقل الجميع لقى غردو في هذه المنظومة الفاسدة، ولا أحد عقبة في ميدان كرة القدم، الجميع وجد لي كونت تاعو. محمد الكلام اللي لحقوه للسلطه رضوان، نعم كلام قلناها عده مرات، قولوا لهم كره القدم ما دناوش ليها، خاطر كون دناو كره القدم المناصرين يديروا فوضى كبيره. المناصر يفرح كي يكون فيه امر نظيف، ويدي بطوله نظيفه، ويدي كاس جمهوريه نظيفه، ويطلع بنظافه وما يسقطش بنظافه. هذا احسن بيان سور. هما اللي يقول لك الكلام اللي لحقوه السلطات، يقول ما دناش كره القدم، لا دات كره القدم، المناصرين يديروا لك الفوضى، يخرجوا الطريق ويديروا هذه، ما يديروا حتى شيء، والدوله عندها الامكانيات باش تحبس الفوضى هذه. انتم هما حابين يقعدوا هكذا رضوان، حابين كما قال بك سمير، قال لك نقول لك حتى بوتيت كي سون بروتيجي. ممكن علي نو هي با محمد مدرايون مدراي ديفيرامون. انا نقول السلطات على بالهم بهذا الشيء، ولكن هذا الشيء اللي تشوف نتكلموا كاع بارتو بيع وشري، والاخر يقول له ليه جيب هادي ونحبط، والاخر يبيع هذا لاربيت مشري وكاع او يلتي ناس ان بارل كو دو سا. Elle ne parle que de ça. C'est pas normal. C'est on mérite ce football. On mérite had l'awaj. On mérite had fouda hadi fi le football. Hna on dénonce depuis douk chhal 11 sana wala manich aaref. Ou الناس راهي تدي في الاموال، والناس راهي تروح تشوف الريال والبارسا بدراهمنا، والناس راهي مانيش عارف وين يوجد تحط فيهم. اي اوكين او قال لك كاع الناس كل واحد خلص. لا 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 انا بكل صراحه انا بديت نفشل، بديت نديكوراجا، والله بديت نديكوراجا. لو كان تصيبو كاش تصيب لنا كاش حرف واحد اخرى ما نتكلموش كاع هذا الفساد هذا، نخليوه خلاص نوليو ما على بالناش به، ننساوه. لو كان تصيب حرفه كيفاش نصيبو دوتر ديبا ننساوه باسكو ما ولاش انتيريسون. انا اليوم ما ولاش انتريسون كونت اون بار دوبوي 11 ans alors que partout dans le monde تخرج في لا سكوند شك برك بلي كاين الماتش راح يتنخدم ولا تيل اربيت في لو جور مام يتنحكموا لونكات وتجيبهم وكذا ويوريوهم في التلفاز. احنا 11 ans انا والله غير بديت نديكوتا، بديت نكره
باش نتكلم على الفساد خلاص بلوري ما دير. نروحوا لمستوى اخر سمير ومحمد بعد تصريح سونغور عقب فوز منتخب اقل من 17 سنه. سونغور رئيس الاتحاديه السنغاليه لكره القدم اللي تحدث على التصفيات الجديده ونظام التصفيات في كاس العالم 2026. اعطينا البروغرام حمزه ان امكن اللي سينطلق يوم 13 نوفمبر القادم هي الجولة الأولى والجولة الثانية من تصفيات كأس العالم. راح يتأهلوا 9 منتخبات من إفريقيا في 9 مجموعات. الأول من كل مجموعة سيتأهل. البداية ستكون في شهر نوفمبر القادم. التصفيات أو القرعة ستكون يوم 12 جويلية القادم 3 جوان تكون الجولة الثالثة والرابعة. 9 منتخبات من إفريقيا 16 من أوروبا آسيا 8 أمريكا الجنوبية 6 الكونكاكاف 6 ثم أوقيانوكسي آسيا ودورة سداسية فيها 2 مقاعد حيكون فيها من إفريقيا. هل الجزائر في أحسن رواق بما أنه منتخبنا الوطني راح يكون في مجموعة يتأهل منها واحد يورا با دو ماتش باراج بين كما صرا بين الجزائر والكامرون نيجيريا او السنغال ومصر يروح واحد لكاس العالم. هذه المره يروحوا 9 منتخبات والعاشر مير دوزيام 4 احسن مرتبه ثانيه يلعبوا في دوره يتاهل منهم واحد يروح يلعب ايضا دي ماتش باراج. محمد قاسي سعيد لا نظن باللي ان هنايا هذا النظام هذا اردوان تاع تنظيم كاس العالم 26 راح نشوفوا المنتخبات الكبرى اللي هي معروفه على كل حال اللي راهم في كلاسمون فيفا 9 الاوائل. نظن باللي صوف ميراث ما يمشيوش من المستحيل صوف ديزاستر صوف ان ديزاستر ما يمشيوش لكاس العالم 9 الاوائل. نظن باللي راح يمشيوا تبقى ربما المالي ولا الغانا. الغانا ايضا اللي ماشي المالي غانا بوركينا فاسو لا بوركينا فاسو موجوده مع 9 مع 9 مع 9. المهم الجزائر مع 9 لا الجزائر ما تهدرش كاع جوز بكل سهوله في هذه الدوره هذه. انت راك تقول بكل سهوله نقول لك الجزائر لا اذا ما قدرناش نجوزوا هنايا من المستحيل سي كاتاستروف سي كاتاستروف. مي انا ما عنديش يعني ما عندكش انت تبني اقوالك على انه ما كاش ان ماتش باراج يعني ماشي كلاسه بريمي كيما المره اللي فاتت ومن بعد تطيح مع الكاميرون ومالي روتر ولا تطيح مع باسكو القرعه ومن بعد تقدر تطيح مع مالي تقدر تطيح مع نيجيريا مع المغرب مع مصر مع تونس. هذه المره تتكاليفيها من الجروب تاعك برومي تجوز لاكوب دي مون 9 الى ما جوزتش مع 9 غير كيفاش باك تجيري المجموعه هذه لما تخرج خارج الديار عارف كيفاش دير ولكن كما تقول لا فورم دو مومون. علي بن شيخ عطينا البروغرام دائما انا نسيتي على البروغرام شاهد جيدا. راح نبداو الجولة الأولى والثانية مبارتين يكونوا في شهر نوفمبر القادم يعني قبل كأس إفريقيا 2024. مهمة جدا المباراة الأولى والثانية. بعدها الجولة الثالثة والرابعة في جوان 2024 يعني كيما الوقت اللي رانا فيه الآن تكون مع نهاية الموسم اللاعبين يكونوا شوية في نهاية الموسم. بعدها الجولة السادسة الخامسة والسادسة واحد عام أبري تقريبا عام حتى المارس 2025 ومن بعداتك مع بداية الموسم تاع 2025 لاعبين في كل شيء. هذه عندها سنوات وسنوات 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 وانا نظن نقولها تكون في لي كلوب وتكون في لاديتيان نظن نقول فيها. بصح انا ما يحبوش لي زونسيان جوار ما يحبوش كون يلقاو يتيريو عليهم كاع ما يحبوهمش ومعروف عليه وقال ادري واش على قولها فوالا وما نقدرش نقولوا الشامبيون الجزائريين ضعيف ونقعدوا ساكتين هكذا. لازم نتعمقوا امبو في الموضوع. هنا عندك لا بروف باللي لي ديسيداو والناس كاع على بالها لي ديسيداو باش يدعموا بعض الفرق ويخلوا يعني يخلوا بزيرو سونز موين دو تو دوتر زيكيب. هادو من اللي قراو اللي داروا هذا القرار اونتر غيومي استراتيجي نو ريان افوار افيك لو فوتبول باسكو سي اسمح لي باسكو سي لي افي ان ديبا
s'il y avait parce que quand il y a un problème là في مصر كاين الاهلي والزمالك في اسبانيا كاين الباصا والرياض في المغرب كاين الرجاء والبي والنهر من الاخرين الاخرين ما تلقاش ديك لو ما عندهمش باش يشروا الماء هذه وي مي سي نورمال كاين توجور ديك لو بروبليم تاعنا دي كلوب ديليت لي كلوب اللي يلعبوا على ليتي هذه كاين البروبليم تاعنا سي كونت كونت اون اون اي دوفون اون كريز كونت اون اون في الفوتبول اون دوفون ان بروبليم on ne va pas vers le débat on va pas vers le qui m'a قال كعلي لي سونس النقاش ما نروحوش نقولوا واش ما كاش واش كيس كي سبا كيس كي سباس كيس كي نا با مارشي نروحو توجور ا دي ديسيزيون يجو من الفوق ديريكتومون عطي لها هادو ما عطيلهم هادا عطيهم مي اون فان دو كونط قاعدين في ستاتيكو اون في دو سور بلاص اون ا با كري لي كونديسيون كيفاش يقولوا لي موان تنافسي تنافسي في التيران صح يردوا انت تشاسيت كدوكا قلت الانديه الكبرى الزمالك الاهلي الرجاء والوداد والترجي والنادي الافريقي وجوسي با ونروحوا في افريك بدي مسا ماشي اموال الدوله ما عندهمش شركه تاع الدوله رضوان كاين مساعده كيلكو با كاين مساعده ماشي كيما هنا انا نقول لك الزمالك ولا الاهلي ما يمشيش باموال تاع الدوله الزمالك عندها والاهلي عندها املاك بعد سنوات من الاحتراف رضوان نقعدوا هكذا قلت لك ما قلتلكش نقعدوا هكذا راني معاك قلت لك يعني إيزون كيفاش يقولوا قاموا بترشيد النوادي هذه وساعدوها باش تروح في الاحتراف الحقيقي ماشي رقدة ناضت الأهلي داروا النادي تاعهم وداروا ستاد وداروا يعني كاين أمور هل تظن يا رضوان نعطيك سؤال صريح هل تظن تاك تظن الترشيد وهذا هذا قرار سياسي الترشيد النفقة تاع نعم حتى الاستراتيجية تاع النوادي كيفاش نختاروا لي اسك تو بونس كون ألجيري درنا لا ميم شوز نو ما درناش اون سي اون سي كومبليتمون غوري الجزائر مازال ما قلناش حتى بسم الله مازال ما بدينا رانا تحت الصفر ورانا جايين وهذا اللي رانا نضلوا نتكلموا عليه منذ سنوات لكن لا شيء اتحرك بدليل ما نعاودوش نكرروا لي ديباك اللي راهم يصراو ولا شيء حدث كان كما قال رانا باناليزي لي شيك ولينا عادي إلي ميني من الاو 17 إلي ميني من الاو 20 إلي ميني من الاو 23 الأ فينال خسرناها تاع الشان هنا في الجزائر ولا شيء حدث على كل حال نبقاو في نفس السياق لهذا رامي حتى أمور مثل هذه محمد قاسي السعيد تسمع تصريح تاع مواسا وتصريح بالعكوس المرة أو منذ حوالي 3 أسابيع اللي تمت معاقبته في القسم الثاني قال بأنه راح تشوفوا من الآن فصاعدا ما سيحدث في القسم الثاني من بيع وشراء للمباريات أوليو يروحوا يبحثوا على ما يحدث حقيقة في القسم الثاني وحتى في القسم الأول لا راهي صارية الناس ينايضة بسيوفها على السقوط وعلى وسط الترتيب اللي راهم في وسط الترتيب راهم ولاو يمدوا المهم راهي فوضى منظمة اليوم سمعنا لتصريح كمال مواسا اللي قال انا ما لعبش ضد نادي برج ملايين اللاعبين تاعي هما اللي خوانا وراح نكشفهم عن قليل يعني الان تجاوز الترتيب المباريات من بيع اللقاءات الى كنا لارونجمون تاع لي ماتش بين لي كلوب ومن بعد ولينا التوشي لاربيت دوك ولات الناس كاين الناس وهذا ما قاله مواسا مش انا اللي يعني نقول قال لك بلي اللاعبين تاعي هما اللي باعوا الماتش تقريبا باه ايه صح ولكن انا على العموم ما نحكيوش الا على يعني انا خايف انا غدوا حيعاقبوا مواسا هذا هو المشكل كي تكلم يهضر على اللاعبين تاعو ايه انا خايف يقولوا جيب الادله جيب الادله ورابطه تاع الهوات تقولوا جيب الادله وجيب هذه وجيب هذه رابطه الهوات راهي في سبات عميق رئيس الرابطه لا يصرح الامور راهي تغلي في الراسيونال دو لا تصريح لرئيس رابطه الهوات غائب تماما سيد علي قلت لك هذا هو المشكل اني خايف الرابطه تاع الهوات تعيط لكمال مواسا وتقول له جيب لنا الادله وجيب لنا هذه وهذه هذه معروفه رضوان اليوم كاين سماسيرا ما نقولش ما 1 و9 سبتمبر نلعبوا الجوله 7 و8 ونكملوها في اكتوبر 2025 ثم لي ماتش باراج هذوك الا ما تكاليفيناش مع البريمير نجو مع المير دوزيام يتلعبوا في نوفمبر 2025 ولي تورنوا الاخرانيين يكونوا مارس 2026 أي 4 أشهر قبل بداية نهائيات كأس العالم اللي راح تكون في كندا المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية كيفاش تشوف القرعة القرعة مازال في جويليا القادم ولا أنت تقدر تسنى القرعة باش نشوفوا مع من طيحوا باش تبان الأمور أنا سوي كاتيجوريك ما نسنى لا قرعة لا والو يا أخي إحنا الألجيري ألا نسنى القرعة أنا مع من نطيح ونشوف واقيلا نجوز ما نجوز نا لحكم الفريق قالوا نروحوا نديوها كاس افريقيا ايه كاس افريقيا
كوب دي موند من بعد نهضروا عليها. نهضروا على كوب دي موند هذه. اه تهضر على كوب دي موند. لا كوب دي موند انا قلت لك انا قلتها ما نوليش في كلامي. لا كوب دي موند الا تو لي مويا دوك تكاليفي ا 200% كاليفي اون 200% كيل كو سوا لادفيرسير اللي طيح معاه. ما نجموش اون ا بلو لو دروا داتر اليميني اون كوب في 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 لا كوب ديفوار ولا دو نو با يالي اون كوب دي موند. انا كوب دي موند ماشي دايرها كاع دايرها بلي يروحوا 200% اي لا كوب ديفوار سي دو رامني لو تروفي اون الجيري. انا هذه اللي نامن بها ما نامنش باع من طيح ما نطيح نو. هذيك هذيك تنجم يقولوها لي زيل لي زيل ماشي عارف اسمها كينيا اللي هادو كينجموا يقولوا اصلا شو ما عم طيح واقيلا نساعدوا احنا احنا هما لازم هما يخموا مع نطاحوا احنا ما نخموش مع نطاحوا باسكو رانا عندنا لاعبين وجاو جدد اللاعبين باش نديو كوب دافريك. نعم سمير. لا يبدو اننا لا ديانيير فوا جو مسيو اميزي افير دي كالكول نو دي شابو وشفت باللي في الشابو دو ستادير لو دوزيام ادفيرسير اي نقدروا نطيحوه في فرق قويه راهي في عندها مستوى مثلا مثلا المالي كما قال سام مثلا المالي راح يلعب واحد سير ناف تقدر ما تطيحش معاه اي نقدروا مثلا لافريك دي سود كاين يا 3 و 4 بي تتمام 5 يقدروا يكونوا في الشابو 2 ومام في الشابو 3 تلقى ديزيك والفوتبول ايفولي فيت كما قلت انت سورتو كسي ايطالي سوربريس سوربريسك 2 زون مي انا نولي انا نولي توجور الحقيقه تيرا كي نشوف النيفو تاع المنتخب الوطني في لا دانيير كوب دافريك في ليزيميناتوار دو لا كوب دي موند وفي دو لا كوب دي موند ولي ديرني ماتش اميكو انا نقول باللي Je ne pense pas que nous sommes meilleurs que certaines équipes du chapeau 2. Même avec les recrues. Mais je vois le terrain. Bien sûr, quand tu fais ta tu as les joueurs. Mais pour moi, tout ce qui est lié à l'amélioration du niveau de l'équipe nationale. Je pense qu'il faut rester très prudent. Mais pour le moment, nous n'avons pas ce niveau de 2019 qui nous a dit que nous avons 5 ans. ما عندناش ما عندناش هذاك المستوى افتقدناه الان. الجزائر الجزائر المستوى اللي عندها في التيرا راني نشوف الحقيقه التيرا ما راهيش بين الفرق اللي اوفيسيال تروح لاكوب دي موند. واضح الاختلاف رحمه ولكن الحديث على 2019 رانا في 2023 راح نلعبوا كاس افريقيا 2024 راح يكونوا فيه تقريبا في كاس افريقيا المقبله يكونوا 5 سنوات الان رانا 4 سنوات ونصف تقريبا على تحقيق هذا الانجاز. ما نبقاوش نتكلموا على الماضي بما انه الناس ما تحبش كي نتكلموا على الماضي. حتى المنتخبنا منتخبنا في 2019 ليس هو منتخب 2023. روحوا مشاهدينا اسمح لي اسمح لي اللي يقول ما نتكلمش على الماضي ما يعرفش كره القدم. جا البارح الكره القدم وحطوه سيادو يمشيوها بالتيليكوموند باش نافونسيو للمستقبل لازم نشوفوا الماضي لي ريفيرونس لي ريفيرونس على الماضي ما كاش منها ما نشوفش الماضي نشوف للماضي 2019 دينا كوب دافريك كاع مشينا من بعد اون ايتي ليميني دوك اليوم نشوفوا على الماضي باش ما نغلطوش باش نافونسيو باش نصلحوا اللي قالوا هادو ما يعرفوش جاو الدنيا برك معوجه لا كونجونكتور في الجزائر من نهار صرات العشريه السوداء دخلوا قطوط في الفوتبال دخلوا القطوط في الفوتبال ولات المعرفه ولا يحطوهم ولا يمشيوهم او ديتريمو دو نوتر بي. تعرف يا علي اسمح لي رضوان لو ديزونجاجمون تاع الشركات باسكو الشركات هذاك الوقت نهار خداو لي كلوب خداهم مع عند رجال يعني تاع نزاهه اكفاء اكفاء كاع لي كلوب تاع الجزائر قالوا رجال اكفاء طاولهم لهم الكلوب ولكن لو ديزونجاجمون تاع الشركات رضوان نهار جبدوا روحهم ارماو الفريق للشارع ومن بعد اللي جا حكم هذاك الفريق